عشان تخلي أي شخص يحب يتكلم معاك أكتر في الشات، ما ينفعش لما يجي يسألك سؤال تجاوب عليه إجابة واضحة. علم النفس بيقول إن أكتر شيء ممكن يخلي اللي حواليك يحبوا يتكلموا معاك أكتر أو يعرفوك أكتر هو الفضول. عشان كده لازم ردودك تخلي اللي قدامك دايما يفكر ويخمن. يعني مثلا لما يجي يبعتلك رسالة يقولك أنت في البيت، ما ينفعش إن إجابتك مثلا تكون أنا بره مع صحابي في الكلية على القهوة بنعمل كذا وكذا وكذا وبعد شوية هنروح مكان تاني. ما ينفعش إن إجابتك تكون كده، ده هنا قتلت الفضول عنده، ما خليتوش ولا يفكر ولا يخمن. لما يجي مثلا يسألك أنت في البيت، هترد مثلا لأ أنا بره. وأنت هنا خليته يفكر ويخمن بره فين، مع مين، بتعمل ايه، وبكده هتكون خليته يتشجع انه يبعت لك اكتر واكتر. هنفترض انه سألك سؤال زي ده تاني، انت في البيت وانت فعلا في البيت، هتقول له ايه؟ هترد عليه رد زي مثلا حاليا انا في البيت وانت. الرد ده هيخليه يخمن ويفكر. حاليا انت في البيت معنى كده ان انت كنت من شوية برا البيت، معنى كده ان انت نازل برا البيت بعد شوية. وفي غلطة اوعى تقع فيها لما يسألك مثلا انت كنت فين امبارح، ما ينفعش اجابتك تكون مثلا كنت مع اصحابي. اشمعنى؟ اوعى تقول الكلمه دي اشمعنى، لان الكلمه دي معناها ان هو قدر يزرع فيك الفضول، مش انت اللي زرعت فيه الفضول. يعني بدل ما تقول له اشمعنى، قول له انت، اساله وانت. هنا هيجاوب عليك، وفي نفس الوقت هتكون حافظت على الحوار بينك وبينه بطريقه ممتعه.